حمل الرسالة جاب عن مبعود والعدالة. هذا الوطن غالي محل الرسالة، ندى بها المبعوث وارسل عدالة. حتى محى كل الفتن والضلالة، يسلم وطن مبني على منهج الدين. هذا الوطن شامخ على نهج الإسلام، ينهج بشرع الله وتطبيق الأحكام. صفي عقيدة ما بها وثن وأصنام، يسلم وطن مبني على منهج الدين. يسلم وطن مبني على منهج الدين. يا سلام الله عليكم، تحية واحترام. الدمى لاحت بروق الحياة في مزونها، ودانا ناخذ ونعطي بعد رد السلام. والمعاني ظلها من علو فنونها، والمعاني ظلها من علو. مرحبا جرحي بتن عديها مال الغمام، أبرق الذم انطرت خير من مكنونها. كل معنى لابد صار للشعر وسام، وانتهى تغلى المعاني ويغني لحونها، وانتهى الصراحة حيرتي وردتني للكلام. رؤية 2030 وش مضمونها؟ كيف بصبر وانتظر في الزمن 20 عام؟ والمصيبة كان عمري قصر من دونها، والمصيبة كان عمري قصر من دونها. من سأل ما يجهل حيرته تصبح حطام، مملكتنا ترسم امجادها بقانونها. نبني الامجاد للجيل من عز المقام، مثل ما كانوا لنا اجدادنا يبنونها، مثل ما كانوا لنا اجدادنا. اسمع من الناس بعض الحكي مثل السهام، والحقيقة ما عرفت العلوم شلونها. في حياتي كل ما قلت حققت المرام، تعترض لي جملة همومها وطعونها، تعترض لي جملة. تسمع للعادي خاف في الظلام، ودها تسلب من الناس يشوف عيونها. لا تدمر من حياتك وتلحقها الملام، أشرقت شمس الأماني ونور كونها، أشرقت شمس الأماني ونور كونها. لا تدمر
أحوالهم ما لها رأس وعظام قصدنا كذا لا عادي بهالتظنونها لو بس أثمر وأزيد الجهد والاهتمام خايف أحمل على النفس ثقل ديونها خايف أحمل على النفس ثقل ديونها لو بس أثمر وأزيد الجهد والاهتمام خايف أحمل على النفس ثقل ديونها من بنا خطة رصينا على نهج ونظام ما يفكر في العدالة وتجن جنونها لا تحط النفس ما بين ريبة وانهزام ازرع الشجرة وبكرة تظل غصونها ازرع الشجرة حكمة العقل واسلوب الكرام والمعاني بيانات واتضح مضمونها بانت الرؤيا ومضمونها خير وسلام للبلاد الله من كل شر صونها للبلاد الله من كل شر صونها بانت الرؤيا ومضمونها خير وسلام للبلاد الله من كل شر صونها من على نظره قصيره بنا كل اتهام يظلم العالم ونفسه يزيد غبونها رايانا واحد على الخير ما فيه انقسام والبلاد بطالها بالعمر يفدونها والبلاد بطالها والتفاؤل في بنى المجد عامل معنوي الوطن يبني لمستقبلي مبنى منيف ما يصل لكل حاقد ولادي بيعوي ما يصل لكل حاقد ولادي بيعوي